قبل ما تفضجوا الفيديو خاوتي ما تنساوش تابونيو فلاشان وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كامل جديد من عند قناة ميديا ديزاد. يا خاوتي واش راح نقول لكم، جيتكم بخبر راح يفرحكم بزاف. راني فرحان من الاخر، راني فرحان مليح الادرينالين راهو طالع يا خاوتي. كارثه راهي صاريه بين خيرانصا والجزائر. الجزائر تهدد الجزائر يا خاوتي، راهي تمد لهم في السقلة. الجزائر تؤكد على القطيعة الخيرانسية بانها القطيعة هذه ستكون نهائية، كما وش صرا وين صرا مع المغرب، بمعنى نهاية العلاقات الخيرانسية الجزائرية نهائيا. تعرفوا نهائيا هذيك الحكاية تاع الزيارات وهذا كامل راح في ذاك الشيء. طلب صغير فقط من عند خوكم شرف الدين، اهبطوا لتحت يا خوتي، خليوا اللايك تاعكم اذا عجبتكم القطيعة الجزائرية الخيرانسية. خليوا اللايك لتحت، خلي اللايك تاعك، لان ولاد خيرانصا على بالي ما راحش يعجبهم الفيديو هذا ويجيو يسنياليو. وما تنساوش حاجة اخرى، افتخروا بجزائريتكم، دايما في التعليقات افتخروا بالجزائرية تاعكم من الاخر يا خوتي. المهم، تطورات خطيرة جدا. وكالة الانباء الجزائرية خرجت بتصريحات، صدقوني يا خاوتي صدقوني، تصريحات مش راح نقول لكم، دوك تسمعوها وتفهموا مليح واش راني نحكي. وديروا في حسابكم باللي وكالة الانباء الجزائرية هي لسان السلطة الجزائرية، هي لسان رئيس الجمهورية ولا عمي تبون. اسمعوا مليح واش قالوا. المصالح الخيرانسية البربوز تسعى الى القطيعة النهائية مع الجزائر، بمعنى راكم يا خيرانصا راح توصلوا انفسكم الى القطيعة النهائية. تعرفوا واش معناتها القطيعة النهائية؟ نهائية ديركت. شفتوا يا خوتي واش دارت الجزائر للمغرب؟ هكذاك نفس الشيء، يعني راح تتخلط مليح يا خوتي. يعني نقول لكم حتى الطيران الجزائري الخيرانسي راح يحبس، راح تتخلط. وكالة الانباء الجزائرية امرأة ليست صحفية ولا مناضلة ولا تحمل اي صفة، يتم اجلاؤها الى خيرانصا وفي ظرف 48 ساعة يتم استقبالها وتمكينها من التحدث في بلاطوهات قنوات تلفزيونية عمومية. وكالة الانباء الجزائرية ذلك دليل على ان المخابرات الخيرانسية اعلنت التعبئة العامة لخبرجيتها وبات هدفها واضحا. من الاخر اي تخلطت في الشباب وراني فرحان بهذا الشيء انا. من الاخر، ليعلم هؤلاء انه اذا فكرت خيرانصا في تكرار سنة 2023 سيناريو خليج الخنازير فإنهم قد أخطأوا في العنوان. خليج الخنازير يا إخوتي الكرام هي محاولة انقلاب صارت في كوبا. نعم، محاولة انقلاب، بمعنى راهم هادو الخيرانسيين حابين يديروا انقلاب هنا في الجزائر. قلت لكم الجزائر لقد أخطأتم في العنوان. وكالة الأنباء الجزائرية إنه لمن المؤسف رؤية كل ما يتم بناؤه بين رئيسين تبون وماكرون لفتح صفحة جديدة بين البلدين ينهار، وحدوث قطيعة لم يعد بعيدا على ما يبدو. باش تعرفوا مليح باللي هذاك يا خوتي ماكرون خضرة فوق طعام في الدولة الخيرانسية، كون فاهمين ما عندوش كلمته خلاص يا خوتي في الدولة الخيرانسية، وإنما الدولة الخيرانسية تحكمها الجنرالات. خي يقولوا باللي الجزائر تحكمها الجنرالات، لكن حقيقة الأمر يا خوتي باللي خيرانسا هي اللي تحكم فيها الجنرالات وتحكم فيها المخابرات تاعهم الخنزة. ايضا قالوا باللي الجميع يعلم انه يوجد على مستوى المديرية العامة للامن الخارجي الخيرانسي خطة تقضي بتقويض العلاقات الجزائرية الخيرانسية. الخطة يتم تنفيذها من قبل عملاء سريين وخبرجية وبعض المسؤولين على مستوى المديرية العامة للامن الخارجي الخيرانسي ووزارة الخارجية الخيرانسية، وكذا بعض المستشارين الفرنسيين من اصل جزائري لا يخفون ولعهم وتبجيلهم للمخزن. راهي مخلطة من الاخر. اكم تشوفوا يا خوتي، اكم تشوفوا مليح باش تعرفوا المستوى تاع المخابرات الجزائرية. المخابرات الجزائرية لا تمزح ابدا، وديروا في حسابكم باللي البيان اذا خرج من قبل الدولة الجزائرية باللي داروا عليه تحقيقات كبيرة وعندهم يعني ادلة وعندهم فيديوهات وعندهم كلش حول الامر. يعني ما تقدرش الجزائر تخرج وتتكلم كذاك من الفراغ، انما الجزائر تتكلم الا بالدليل القاطع. وش رايكم نقول لكم حاجه، بانه كل هذا
كان خطة جزائرية. كان خطة جزائرية من الاخر، كي نقول لكم باللي كانت خطة من قبل المخابرات الجزائرية من الاخر، راني نقولها لكم من درك، لانه هذيك بوراوي خضرة فوق الطعام والله واحد ما سامع بها، فدارهم ما يعرفوهاش، فدارهم ما يعرفوهاش. الجزائر استعملتها كطعم من اجل اصطياد هذو الناس، هذو الخانزين اللي حابين زعما يقيسوا الجزائر. الجزائر استعملتها كطعم فقط لخيرانصة وللمسؤولين تاع خيرانصة، باش تعرفوا مليح الجزائريين شكون هذه خيرانصة، رغم انو نعرفوها مليح مليح واش تسوى، باش نعرفوا احنا كجزائريين شكون هذو الخبرجية، بلي هذو الناس اللي كانوا يقولوا بلي مدنية ماشي عسكرية هما ناس خبرجية للدولة الخيرانصية، باش نعرفوا بلي ما كانش اللي يحب لك الخير وهو عنده علاقات مع خيرانصة من الاخر. ما كانش يا خاوتي، ما كانش من الاخر. اني نقولها لكم، الجزائر ايضا بينت وبكل ذكاء بان الدولة العسكرية هي الدولة الخيرانصية وليست الجزائر، بان الدولة العسكرية هي الدولة الخيرانصية التي تحكم فيها المخابرات تاعها. بينت باللي ماكرون هو عبارة عن خضرة فوق الطعام ما يسوى والو في بلاده، ما يسوى والو. اذا قلتوا باللي تبون عينو الجنرالات والحكاية الفارغين يا خيرانصة القذرة، فماكرون يا جدك بركاونا بلاد مسخير، بركاونا بلاد مسخير، ما تلعبوش مع الجزائر، ما تلعبوش مع رجال الجزائر يا الخنزين. يولا قد اخطأتم في العنوان كما قالتها لكم وكالة الانباء الجزائرية، تحيا الجزائر دائما وابدا، وهذه هي المخابرات اللي كنتم انتم تضحكوا عليها، هذه هي المخابرات اللي كنتم تتهجموا عليها. شفتم ليه وش دارت لكم، شفتم مليح كيفاش عراتكم يا خيرانصة امام الجميع، شفتم مليح كيفاش بينت الفضيحة تاعكم امام الجميع، لانه كل القنوات التلفزية الكبيرة الان في هذا العالم الشاسع الواسع تتكلم عن الفضيحة الخيرانصية، تتكلم كيف المخابرات الجزائرية احبطت المخطط تاعهم، كيف ان المخابرات الجزائرية قامت باصطياد فأر عن طريق فخ باستخدام قذرة واللي هي بوراوي، قذرة خانزة واللي هي هذيك بوراوي التي تسب الدين الإسلامي، التي تسب الجزائر، التي تسب وتسب. فأقولها من هذا المنبر، تحيا الجزائر وتحيا الجزائر وتحيا الجزائر، وتحيا بلادي بلاد الشهداء من الأخر، وافتخروا بجزائريتكم، افتخروا بجزائريتكم دائما. احنا ناس ما تقدروش كيفاش تلعبوا معنا يا خيرانصة من الأخر. أيا السلام عليكم خوتي، ما تنساوش بارطاجيو الفيديو مع كامل أصحابكم، ونتلاقاو في فيديوهات قادمة صح. وفي الأخير ما تنساوش ديروا النجام وتشاركونا رأيكم في التعليقات. سلام.